السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانين، كي دايرين مع الصحه؟ سمحوا لي، وحشاكم. وهذا الشيء راه كيخص بالصحه، وكيوقع هذا الشيء عند بعض الناس، وانا اليوم بغيت نشارك معكم هذا الضفر اللي كيكون بحال هكا مريض. شوفوا كيفاش داير، فيه شامبينيون، وانا اليوم غنجيب لكم واحد الدواء افيكاس، اقسم بالله العلي العظيم الا درتوه راه سبحانك يا جليل، راه كيبرى كيبرى كيبرى. وانتم غادي تتبعوا معايا وغادي تشوفوا الضفر كي غيولي ان شاء الله. ملي غادي صح غنوريه لكم. انا فات لي درت هاد التجربه والضفر ولا مخير، وهذه دابا رجل اخرى ديال واحد الشخص اخر. غادا نصوب قدامكم هاد الشيء، وقسما بالله العلي العظيم هاد الدواء اللي غنوريكم والله تا افيكاس، ثقوا بيا، افيكاس افيكاس. اول حاجه البنات، كاين هاد الرازوار، هذا ها هو، هذا غنبقى غادا مع هاد البلاصه بحال هكا، غنبقى غادا معاه غادا معاه غادا معاه غادا معاه بشويه 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 حتى نحيد الضفر كله يتعرى. الضفر الاول احنا درناه صوبناه، والضفر الثاني ها هو، هانتوما معايا. الضفر الاول ها هو، شفتو انا حيدت ليه الضفر الفوق منه، ودرت ليه الدواء اللي غنوريكم دابا ان شاء الله، تبعوا معايا الفيديو، وغطيته باش يتكالما وباش يشد الدواء مزيان ويدخل ليه في الداخل ما بين الضفر واللحم. وهانتوما معايا بحال هكا البنات، كتبداو تشدوا من هنا، تخليوا اللحم هنا وتشدوا الضفر، وكتبداو تقطعوا منه بشويه بشويه بحال هكا حتى كيتعرى الضفر كامل، بحال هكذا بحال هكا، بشويه 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 حتى كيتحيد الضفر كله وكيبدا يتعرى. باش كيتعرى كتكرطي ديك الامراض كلها بحال هكا، كتكرطي بحال هكا غير بشويه. انا نوريكم ونكمل معاكم. وهنا البنات هنايا دابا هذا صافي تكرد مزيان، شوفوا كيفاش ولا، شوفوا هانتوما، شوفوا كيفاش داك الشامبينيون اللي فيه، شوفوا كي الداخل كيفاش مجوي، الله يستر. شوفوا كيفاش داير حالته، شوفوا صعيب الحال. وانا دابا غنوريكم الدواء اللي غندير ليه كيفاش داير. وهنا البنات ها هو الدواء اللي قلت لكم، هو هادي انتيبيوتيك، هادي راه الثومه، وهذا الخل طبيعي، وهذا الطبيسيل ملي غادي تسالي منه غادي تلوحوه، اولا شدوا شي غلاقه وحكوا فيها بحال هكذا الثومه هكا، ها هي ها انتم ها انتم ها انتم بس ها انت صافي بحال هكذا البنات. هذه هي الدواء اللي قلت لكم، ها هو ياكو، كتشدوا هكا هذا هذا بحال هكذا، وهذا الخل ها هو اللي كتشوفوا معايا دابا، ها هو كديروا بحال هكذا صافي، وكتخدموا. يلا حط عمي رجلك هاك، كتهزي هاد الدواء بحال هكذا، ما تبينش ليا دراعي، كتهزي هاد الدواء بحال هكا، يعني هاد الثومه والخل، وكتشديها وكتحطيها بحال هكا، كتعصمي ليه راسو هاد الضفر بحال هكا. وتفكروني يا البنات قسما بالله راه عندي تجربه دابا، حيت حنايا مجربينها، علاش انا دابا عمي سيرا كنصاوب ليه فيها. صافي ملي كديريه هكا اختي، صاوب بحال هكا هاد شويه هكا 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 هاك، راه افيكاس البنات. عرفتوا الثومه والخل كي دايره؟ راه انتيبيوتيك. كنشدوا هذه بحال هكذا، كنديروا ليها هكا هكا، ونعصموا ليها راسو بحال هكا هكا، ونديروا ليها هكا صافي صافي. وهاد الثومه هانيه، راه الضفر كيطلع طبيعي وكيبرى، راه سبحان الله. هاد سميت انا تصنت ليها في الراديو وطبقتها،
على واحد الضفر وبرا برا تماما. ودابا انا طبقتها قدامكم باش نوريكم الدواء ديال الشامبينيون كيفاش كيبري، وعلى ضمانتي 100% اقسم بالله. يلا هالبنات ما تنسونيش بواحد لايك، الله يجازيكم بخير والشفاء ان شاء الله العاجل. وكنقول لكم السلام عليكم البنات، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.